السلام عليكم يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. للاسف دائما مستمرين تسجيل حلقات والفيديوهات وخسارات جديده ومستمره في منتخباتنا السوريه بمختلف البطولات ومختلف الفئات العمريه. للامانه خساره جديده عم تتكرر للمنتخب السوري الاولمبي تحت 23 عام تحت قياده المدرب الهولندي مارك فوتا، طبعا ضمن المشاركات عم تكون للمنتخبات الاولمبيه ببطوله غرب اسيا المقامة حاليا بالعراق. وتحية حب واحترام لأخوتنا وأصدقائنا وأشقائنا بالعراق على تنظيم البطولة واستقبالنا لجميع المنتخبات على هاي الملاعب على هذا التنظيم على هذا النقط التلفزيوني المحترم والأكابر. للأمانة المنتخب السوري بعيد كل البعد عن شيء اسمه كرة قدم، عم يتكرر هذا المشهد من جديد مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب الهولندي مارك فوتا. وللأمانة لهلا نحن ما لاحظنا ولا شاهدنا أي فرق بالمستوى والأداء للكرة السورية تحت قيادة المدرب الهولندي إلى الآن. أكيد كان في لمسات جيدة خلال الفترات الماضية، لكن إلى الآن المنتخب السوري الأولمبي نحن مصدومين بجيل الشباب اللاعبين الصغار بالعمر بهذا المستوى والأداء يلي كانوا. ألف مبارك لأخوتنا وأصدقائنا وأصدقائنا وحبايب قلبنا منتخب الفلسطيني على هذا الفوز المستحق يلي كان من الممكن يكون بأكثر من نتيجة 1-0 مثل ما شاهدنا وتابعنا امبارح اللقاء. انا للامانه كنت عامل فيديو بعد المباراه، لكن للامانه انا مل قلبي من هذا الشيء اللي عم يصير ومن النتائج اللي عم تكون لمنتخباتنا السوريه خلال الاعوام الماضيه. جميعنا بنعرف انه هي البطوله كثير هامه للمنتخبات الاولمبيه، والمنتخبات الاولمبيه من المنتخبات الاساسيه هي بدها تكون لمرحله الرجال او بعمر الرجال لجميع المنتخبات حول العالم. فينا نقول هو المنتخب الاحتياطي لمنتخب الرجال في هيك بطولات وهيك مشاركات للاعبين جدا هامه حتى هن حتى يظهر مستواهم الحقيقي بهيك مشاركات، يكونوا هن مستعدين للعب مع منتخبات الرجال لجميع المنتخبات اللي عم تشارك بهيك بطولات. دائما بنقول المنتخب الاولمبي هو العماد الاول لمنتخب الرجال، بيحتك اللاعب بيصير في عنده مشاركات خارجيه، في عنده بطولات وديه تحضيريه من نفس الاعمار باواقي اللاعبين، فبصير في انت عندك منتخب جاهز كامل مكمل حتى يكون هو المنتخب الرديف ومنتخب الاحتياطي الاول للرجال. للامانه يعني ما شيء اختلف عن شيء السابق اللي احنا شاهدناه للمنتخب الاولمبي او لجميع المنتخبات السوريه، مرحله الضياع اللي احنا هلا عايشين فيها وماشيين فيها وما عم يكون عندنا ابدا اي حل لهي ماساه الكره السوريه لجميع المنتخبات اللي عم نشارك بمباريات الودية ومباريات التحضيرية. واكيد نحن هلا كامشين قلبنا بايدنا على موضوع، والموضوع المهم هو مشاركة منتخب الرجال خلال هاي فترة التوقف الدولي بعد انتهاء المباريات الودية والتحضير للقاء منتخب فيتنام. شو بده يصير لوين نحن رايحين، المركبة لوين رايحة فينا بالكرة السورية بالرياضة السورية لجميع المنتخبات، نحن ما نعرف عن شيء، عم نشاهد وعم نتابع وعم نهز بدلنا بهالاداء وبهالمستوى العقيم اللي عم يكون. للأمانة أكيد نحن نتمنى له الأفضل، تتحسن مستوى وصورة المنتخب السوري بالمشاركات، تحسن الأداء والنتائج تتحسن مع تحسن الأداء، إن شاء الله يا رب يصير أي شيء يحسن الواقع اللي نحن عايشين فيه خلال الفترة القادمة. ترتيب المجموعة الأولى بشكل سريع لبطولة غرب آسيا بالعراق 2023، المجموعة الأولى بالصدارة منتخب عراقي بنقطة، أيضا منتخب أردني فينا نقول بالمركز الأول ومناصفة مع المنتخب العراقي أيضا بنقطة بعد نهاية اللقاء بالتعادل، والمنتخب الإماراتي إلى الآن ما شارك بأي لقاء بالمركز الثالث. أما بالمجموعة الثانية اللي عم تضم منتخب فلسطين وإيران وسوريا، طبعا فلسطين بالصدارة بثلاث نقاط، منتخب إيران المركز الثاني ومنتخبنا السوري بالمركز الأخير. المجموعة الثالثة والأخيرة منتخب عمان بالصدارة بثلاث نقاط، مركز الثاني منتخب اليمن بدون أي نقطة، نحن إلى الآن لم يتم مشاركة باقي المنتخبات، ومنتخب الأخير لبنان بعد الخسارة يلي كانت أمام منتخب عمان الأولى. بتمنى كل التوفيق إن شاء الله لجميع المنتخبات لمنتخبنا السوري يا رب بباقي الأيام بالمباراة الثانية اللي بدها تكون مع المنتخب الإماراتي، إن شاء الله يتحسن أداء ومستوى المنتخب السوري يظهر بمستوى قوي جدا يكون ويليق باسم وسمعة الكرة السورية والمنتخب الأولمبي. بتمنى أقرأ تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو يا أصدقاء. السلام عليكم.